اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العمارة وحقوق الإنسان، وعرفنا إن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة حضرية بأمن وأمان، لكن لما نلاقي إن وزير الدفاع الإسرائيلي بينتهك بشكل صريح لحقوق الإنسان في فلسطين وبيفرض حصار كامل على قطاع غزة، وإنه بيمنع الأكل والكهرباء والمية والغاز عن القطاع بالكامل، وإنه بيقول إن جيشه بيحارب حيوانات بشرية. نحن متلين مصور مخلط على عير غزة. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. فده ملوش معنى غير ان الشعب الفلسطيني بيتعرض لافظع انتهاكات حقوق الانسان، واننا بنرد على وزير الدفاع الاسرائيلي وبنقول ان الشعب الفلسطيني هو اللي بيحارب حيوانات بشريه بتقدر انها تستخبى في الغرف الامنه اللي موجوده في كل بيت من بيوت الكيان الصهيوني، مش زي الفلسطين اللي بيواجه الكيان بكل شجاعه من غير ما يستخبى في الغرف الامنه. وبالمناسبه الغرف الامنه دي موجوده في كل بيت من بيوت الكيان الصهيوني، بيستخدموها في حالات الطوارئ، وهي جزء لا يتجزأ من حياه الكيان الصهيوني جوه فلسطين. وده بيعكس طبعا حاله التوتر والخوف اللي موجوده عندهم بسبب ان هم موجودين في ارض مش ارضهم. فيا ترى فين حق الشعب الفلسطيني في انه يعيش كاي انسان في بيئه حضريه في ارضه فلسطين بامن وامان، وانه يبني ويعمر في ارضه واللي سرقها الكيان الصهيوني؟ ده اللي هنعرفه في حلقه جديده من ذاكره العماره. انا محمد دياب، ويلا ندخل جوه ذاكرة فلسطين. ظهرت الحركة اليهودية في أواخر القرن التسعتاشر كرد فعل على معاداة اليهود اللي كانت موجودة في أوروبا، واللي كان الغرض منها إنشاء وطن اليهود في فلسطين. وكانت الحركة دي بقيادة ثيودور هيرتزل، واللي دعا لإنشاء دولة يهودية كحل للاضطهاد اللي كان بيعاني منه اليهود في أوروبا، لأنهم كانوا وما زالوا متشردين في كل مكان في الأرض. فانتشرت الحركة الصهيونية دي في أوائل القرن العشرين، واللي بدورها أدت لزيادة هجرة اليهود لفلسطين. ومن هنا بدأ اليهود في أنهم يدخلوا ويحتلوا الأراضي الفلسطينية ويهجروا شعبها بالقوة، واللي بدوره خلى الشعب الفلسطيني أنه يدافع عن أرضه بكل ما يملك من قوة ضد الكيان الصهيوني، ويدافع كمان عن الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى ولكل المقدسات الدينية الموجودة في فلسطين، لغاية لما بدأت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر سنة 2023 بأكبر عملية على الكيان الصهيوني من 50 سنة في قطاع غزة، واللي اتسمت بطوفان الأقصى. وكان الهجوم ده بري وبحري وجوي، قدروا ان هم يدخلوا جوه مستوطنات في غزة، واستهدفت عملية طوفان الأقصى مواقع وتحصينات عسكرية للكيان الصهيوني، وقدروا ان هم يطلعوا بأسرى كتير من الكيان الصهيوني، واللي كان منهم قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي. طبعا رد الكيان الصهيوني بأبشع عمليات انتهاك حقوق الإنسان، فبدأوا بمساعدات من أمريكا بغارات دمروا فيها المباني السكنية والمرافق الحيوية للشعب الفلسطيني، واتقتل أكتر من 2000 شهيد، وكان بينهم أطفال وشيوخ ونساء، واتصاب أكتر من 9000 في القصف الإسرائيلي اللي كان رد على عملية طوفان الأقصى. وتسببت الغارات الإسرائيلية في دمار للمباني السكنية والمرافق الحيوية، واتدمرت مساحات كبيرة جدا من غزة، ولسه القصف والتدمير المتعمد للأراضي الفلسطينية ما انتهاش. لسه الكيان الصهيوني بيسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عشان يضمها للأراضي اللي احتلها. الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني أمر بنرفضه كشعوب عربية مؤمنة بأن الكيان الصهيوني ملوش أرض في فلسطين، وأن المسجد الأقصى وكل المقدسات الدينية هي ملك للشعب الفلسطيني ولكل الأمة العربية، وأن وجود الكيان الصهيوني في أرض مش أرضه هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني من حقه أنه هو يعيش في أرضه يبنيها ويعمرها ويعيش في بيئة حضرية في أمن وأمان. وفي النهاية ربنا ينصر إخواتنا في فلسطين الحبيبة، ويهون عليهم يا رب كل اللي بيشوفوه وبيتعرضوا ليه من ظلم من الكيان الصهيوني. وفي النهايه لو عجبتكم الحلقه وعايزين تعرفوا اكتر عن ذاكره العماره، ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب لو احنا على اليوتيوب، وفولو لو كنا على الفيسبوك او انستجرام. سلام.